انا بعد من 15 سنه انا بقوم باعمال خيريه وبقوم بشغلات نشاطات كتير كبيره، مش كرمال انه اعمل سفير او اعمل شيء. انا هي طبيعتي يعني انه بقوم باعمال خيريه، ووقع علي الخيار انه اكون سفير، اتصلوا فيي وما كانش عندي ليش لا. يعني شو هي الصفه اللي حصلت عليها ومن مين منحت؟ يعني مين منحت؟ هو رئيس الوزراء بباكستان ورئيس المنظمة، رئيس منظمة الأمم المتحدة محمد شاهين خان شهيد، هذه عائلته، واتصلوا فينا وكنا نحن مرحبين هالموضوع. يعني تابعين الأمم المتحدة؟ أكيد طبعا فيكم تعملوا سيرج على الإنترنت وبتعرفوا كل شيء. لك هي وين الوضع؟ أنا عم ساعد فيهن وبليهن، أنا عم ساعد، بس اللي انا مآمن انه اول شيء هني اعطوني اللقب بدون ما يطلبوا مني ولا فرانك، وما ما ما مش مش منشريه مثل ما عم ينحكى، وغير هيك عم يطلبوا مني شغلات انا بقوم فيها. يعني تخيل اول ما اجى هون قال بتمنى عليك تساعد اللاجئين السوريين اللي عم يجوا على سوريا، من بعد ما نسلمك الباسبور بدنا نبحث بير بافريقيا لمنطقه وسمالي اياها، يعني منطقه ما فيها مي والعالم عم تموت من العطش. قلت له أنا برحب بهالشي هذا، يعني بير بيكلف 40-50 ألف دولار بأفريقيا بيشرب ناس لأجيال لقدام، أنا بحب أعمل هيك من دوم ما أكون تنتظر وصول جوازك تقدر تتصرف ولا مطول؟ طبعاً لا مش مطول، قريباً جداً إن شاء الله، قريباً جداً يعني ما في حد، أيام مش أشهر.